أنا همكم، أنا غمكم، أنا شؤمكم. كتاب دائما الشيخ نبيل يحب يقرا غير كتاب الله. دائما يعني يحب يرجع له، يعني يتذكر ويستحضر منه، احيانا يدلل شيء من كلامه من هذا الكتاب. هذا الكتاب لو اذكره انا ادري راح يسبب لي مشكله. لكن كل كتاب فيه وعليه. له وعليه كل كتاب، يعني ما في كتاب الا يؤخذ منه ويورد. الا كتاب الله سبحانه. أنا أحب ولازلت أقرأ من الظلال. أوه ما شاء الله. لسيد قطب. يعني يمكن من بداياتي، أول ما رقيت المنبر من بداياتي كنت أقرأ التفاسير، خاصة الإنسان لما يبي يتكلم عن قصة من قصص الأنبياء أو بعض الآيات يبي يستدل عليها في الخطبة، لازم طبعا أقرأ شيء من التفسير. قبل ما عندنا إلكتروني، قبل عندنا المكتبة، أول شيء ابن كثير، تعال خذ ابن كثير. بعدين تجي حق الشوكاني، تجي حق الطبري. تتعب على ما تأخذ تفسير بعض الآيات. تأخذ ساعات والله أحياناً، لكن فيها فائدة. أختم التفاسير بالظلال. بالظلال. لأن أول شيء عندي حصيلة في فهم الآيات، خلاص. فهم السلف لها واضح عندي 100%. يعطيك سيد رحمه الله تجليات. بالضبط. يعطيك جانب ما حد تطرق له. الروحانيات في الآية هذه. الأدب. في الآيات هذه، بعدين يعيشك في الواقع اللي أنت فيه، بعدين يعطيك الحماس اللي تتكلم فيه للجمهور. أنا أظن هذه التفاسير تكمل بعضها البعض، لكن الظلال لا ميزة يعني في يعني تاريخي. هدم العقيدة حين خالف أمرها وبنى لهم صرحا بلا أركان. قد فسر الإخلاص فيه بقولة يخشى عليه بها من الكفران، إذ قال إن الله وحده في الوجود وما سواه من البرية فان. وبقوله هذا فإن الرب والمخلوق شيء واحد لذنان. كلا فإن الله عنا بائن والخلق دون الخالق الديان. حذاري منه ومن قراءة كتبه، لا يخدعنك برقة وبيان. ذاك الضلال هو الضلال بعينه، تفسيره في غاية البطلان. لو أنه سلك السبيل إلى الهدى لنجا به من كل درب دان. لكنها الأهواء تخدع من غوى وتضله فيسير كالحيران. وكذا استواء الله فوق العرش أوله بلا فهم ولا إمعان، إذ قال إنه ليس غير كناية عن جاهه وتمكن السلطان. وبذاك عطل الاستواء، وإنما التعطيل والتشبيه مذمومان. فالحق إثبات الصفات كما أتت، والكيف نوكله إلى الرحمن. رمي العباد جميعهم بالجاهلية بئس رمي الناس بالبهتان. من لا يكفر أولياء أمورنا نسباه للأرجاء في الإيمان. فاحذرهما دوما وحذر منهما وامكث سليم عقيدة وجنان. ها هم أئمتهم وتلك رؤوسهم وذو المكانة عندهم والشان. إن قال واحدهم كلاما باطلا قبلوه بالتسليم والإذعان. وإذا اقتدوا بهم بغير أدلة كمن اقتدى في البيت بالعميان. بل ذاك سيد ابن قطب شيخهم خدع العباد بقوله الفتان. بعقلية الخوارج قد يخرج على ولي الأمر إنسان وليس بالضرورة من الخوارج، لأنهم هم يعتبرون كل هذه التصرفات هي نوع من أنواع الفتنة. الفتنة موضوع ثاني. أتكلم عن الفتنة، خلها أجل شوي. فضل. نتكلم عن الخوارج أول شيء. نعم. هل كل من خرج على حاكم
فهو من الخوارج. هذا مشكلة يظهر أنه ما فهم شنو معنى الخوارج ولا أصول الخوارج ولا عقيدة الخوارج. نعم. هذه أول نقطة لازم أن يرجعوا إلى تعلم العقيدة الصحيحة في البداية. الفرق بين عقيدة الخوارج وبين ومن من فعل بعض أفعالهم، وبهذا المفهوم راح نطلع بعض الصحابة من الخوارج، بعض التابعين خليهم من الخوارج، يطلع سعيد بن جبير من الخوارج، يطلع عبد الله بن الزبير يطلع من الخوارج، يطلعوا كثير من الأئمة الهدى من الخوارج. هذا المفهوم راح نطلع بعض الصحابة من الخوارج، بعض التابعين خليهم من الخوارج، يطلع سعيد بن جبير من الخوارج، يطلع عبد الله بن الزبير يطلع من الخوارج، يطلعوا كثير من الأئمة الهدى من الخوارج. هذا المفهوم راح نطلع بعض الصحابة من الخوارج، بعض التابعين خليهم من الخوارج، يطلع سعيد بن جبير من الخوارج، يطلع عبد الله بن الزبير يطلع من الخوارج، يطلعوا كثير من الأئمة الهدى من الخوارج. هناك من يستدل على جواز الخروج على الحاكم بخروج عبد الله بن الزبير على حجاج وخروج الحسين رضي الله عنه على يزيد كما صح ثالث ثلاث مرات. عبد الله بن الزبير لم يخرج على ولي امر، لانه بعد وفاه يزيد بقي الامر مترددا، فعبد الله بن الزبير خرج في هذه الفترة التي ليس للمسلمين إمام عام، ليس للمسلمين إمام عام، وهو صحابي جليل ومجتهد رضي الله عنه، لكنه لم يخرج على إمام عام للمسلمين. الشيء الثاني ما هو؟ خروج ايش؟ الحسين رضي الله عنه. الحسين غرر به رضي الله عنه، خدعته الشيعة وطلبوه ليوقعوه، لما وقع في الفخ تخلوا عنه فقتل رضي الله عنه، فهم خدع بهم. نعم. ولأهجونكم وأثلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني.